إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في ثاني يوم من زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت أنه استمع للموقف اللبناني لتجاوز الأزمة مع دول الخليج والوصول إلى مخرج يناسب الجميع. وأجرى زكي سلسلة لقاءات مع القيادات اللبنانية في إطار مسعى عربي لترميم العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. لم يحمل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي مبادرة لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، لكنه حمل مسعى بحسب وصفه للتوفيق والبحث عن مخارج للأزمة التي فتحت قبل أسبوع إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. قابل الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وعرب لهم عن استعداده للوساطة. إذا تبين إمكانية أنه نبذل جهد حتى نستطيع أن نقرب وجهات النظر بين الجانبين ونحل هذا الإشكال، ف يعني هذا أمر يكون طيب. على أن الأمين العام المساعد سمع في بيروت كلاما قيل من قبل عن عمق لبنان العربي وعن علاقات الأخوة المنشودة في الخليج، إلا أنه تحدث عن وجود تباين في المواقف اللبنانية الداخلية. لبنان عموما تلقف الزيارة والجهود بالكثير من الترحيب. هذا الدور الجامعة العربية مقدس ويقدر كثيرا كثيرا من لبنان، لأن هي تبقى صلة الوصل بين الدول العربية. نحن متمسكين بالجامعة من أجل القيام ومساعدتها من أجل القيام بأي مسعى بين أي دولتين عربيتين. وبانتظار بلورة ما سمعه زكي في بيروت والبناء على هذه الزيارة وإمكانية أن تشكل بادرة حل، تظل في لبنان الموازين على حالها بين داع إلى استقالة قرداحي لفتح باب الحل وبين رافض لها ولأي إملاءات خارجية. رسميا دخلت جامعة الدول العربية على خط الأزمة بين لبنان ودول الخليج، وإن لم يقدم الأمين العام المساعد حسام زكي مبادرة كاملة للحل، حيث يظل الانقسام اللبناني الحاد على ما يبدو أكبر من أن تذيبه المبادرات. محمد شبارو، العربي، بيروت. مراسلنا من بيروت ينضم إلينا الآن محمد شبارو. محمد، الجامعة العربية لم تقدم أي مبادرة لحل الأزمة، لكن المسؤولين اللبنانيين قدموا ربما وجهة نظر أو مخرج مناسب كما يقال لهذه الأزمة. هل من تفاصيل عن الرؤية اللبنانية؟ ريما، فعليا في كل جولة المساعد حسام زكي يمكن القول أنه رفض وصف زيارته إلى لبنان وما قدمه بأنه مبادرة. فعليا بحسب مصادر مطلعة على أجواء بعض لقاءات حسام زكي، كان في أكثر اللقاءات مستمعا يحاول تبيان فعليا حقيقة الموقف اللبناني. هو تحدث بوضوح إلى الصحفيين على أن هذه الزيارة مخصصة للوقوف عند الموقف اللبناني لتبيان إمكانية بلورة صيغة ما توفيقية بين لبنان ودول الخليج. نحن سألنا فعليا حسام زكي عندما زار السراي الحكومي والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن كان لمس أو تبين له وجود تباين في وجهات النظر لبنانيا على الأقل في التعامل مع هذه الأزمة. بدأ واضحا عندما قال أو أشار إلى أن هناك فعليا تباين في طريقة مقاربة هذا الملف بين القيادات في لبنان، لكنه قال أنه يعول على الحس الوطني وإمكانية إعلاء المصلحة الوطنية العليا. عموما ريما، يمكن القول أنه أيضا أشار إلى موضوع استقالة وزير الإعلام بوصفه كان يمكن أن يكون مدخل للحل قبل أيام، وتحديدا بعد الأزمة مع السعودية أو الإجراءات السعودية، ولكن هذا الحل يبدو أنه تأخر. فعليا جولة المساعد حسام زكي شملت رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة وأيضا وزير الخارجية، على أن الأبرز في التصريحات اللبنانية كانت إشارة رئاسة الجمهورية إلى الفصل فعليا
بين موقف الدولة اللبنانية وما يصدر من تصريحات، وهو الموقف الذي تحاول دائما رئاسة الجمهورية التركيز عليه لعدم محاسبة على محاسبة الدولة على بعض. من بيروت، شكرا محمد.